شكرا لكل الذين دائما ما يقدمون تحية الصحة والعافية لنا بكل صباح من خلال كثير جدا من أشكال المبادرات المختلفة من خلال المحبة والابتسامة الصباحية. عيبنا إنه مرات في حاجات كثيرة جدا بنخجل منها، ما بنقدر نواجهها، والمعروف المتعارف عليه إنه إذا واجهتك مشكلة وهربت منها ما حليتها، ما قدمت لها أي نوع من أنواع الحلول. إذن الطريقة الأمثل إنه عاوزين نحل مشكلة نواجهها نجابها، نقعد يا جماعة ونقدم ونشوف علاجها ممكن يكون كيف. واحد من الموضوعات المنتشرة إذا كان على مستوى النقاش أو على مستوى الأرقام والنسب إنها موجودة في بلدنا الحبيب السودان، لكن هل نحن عندنا الجرأة الكافية عشان ما نتكلم عنه؟ طيب عندنا الجرأة الكافية، عندنا مشكلة بتاعتي إننا بنخجل، بنخجل لشنو؟ فحنتطرق اليوم إن شاء الله بمنظور الشفافية لموضوع التوحد، وحنعرف كثير جدا، ممكن يكون يتقال كلام كثير جدا ويتحكى كثير جدا من التفاصيل في الموضوع ده، لكن احنا عاوزين نعرف أكثر ببساطة كده مع ضيفتنا اللي بنجلسها اليوم في استوديو صباح الشروق، بنستأنس بها جدا الدكتورة كثير جدا طبعا من المسميات ممكن نقولها، لكن اليوم أنت معنا بصفة صاحبة مبادرة أمهات التوحد، دكتورة ريم يوسف، أهلا بك وأنا سعيد جدا بك في صباح الشروق. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الشروق، صباح النعم. أنا اليوم بصفتي أم لطفل توحدي حابة أتكلم بالنياب عن كل أمهات أطفال ذوي الهمم عامة وأطفال ذوي التوحد أو أطفال النعم أنا حقول عليهم خاصة. أتمنى اليوم الحلقة تكون مفيدة لكل الناس، كل البيوت. أتمنى أنه ننصح وصمة عار، عندي طفل متوحد داساه في البيت، أتمنى اليوم يتكلم بشفافية ومن غير خجل، من غير دس. من غير خجل، من غير دس. أنت زي بداتي من المقدمة البسيطة اللي أنا حاولت أعملها، ممكن أنت تكوني بتتفقي معي، نحن فعلا قاعد ندسدس الحاجات يا دكتورة؟ أيوة للأسف بندسها، والحاجة دي ما صح طبعا. طبعا، لأن يعني ممكن تأثر على أنه شنو طفلي ما يتحسن. أنا لو لحقته من بدري وما دسيته حلحقه وممكن يتطور ويبقى أحسن زول. طيب أنا أعرف كيف بالتالي ده بغضنا طوالي لأول محور معنا نتكلم عن التوحد، شنو يعني توحد؟ طيب التوحد يعني في تعريف بسيط ليه عشان كل الناس عارفه، هو اضطراب، هو ليس بمرض. اضطراب؟ أيوه، هو اضطراب، اضطراب نمو عصبي بتنتج عنه أعراض كثيرة. أعراض ممكن تكون في شكل شنو؟ أعراض في حدتها بتختلف، ممكن تكون خفيفة، متوسطة، حادة. الأعراض ذاتها بتظهر على أشكال كثيرة، اللي هي ممكن تكون شنو؟ سلوكيات أو تواصل البصري. وإحنا بنقدر نحدد التوحد إلا بعد عمر 3 سنين، يعني أنا أقدر أحدد نوع التوحد شنو؟ بعد عمر 3 سنين، يعني أيوة. ما في مثلا دراسة متقدمة، كشف مبكر ممكن؟ ممكن أنت تلاحظ الحاجات، يعني أنا ابني اكتشفت إنه عنده توحد من عمره سنة وشهرين. سنة وشهرين؟ أيوة. كيف؟ عدم التواصل البصري معي، مناداته أنا ناديه ما بيعين ليه، الآي كونتاكت ماف، ودي من الحاجات اللي هي في شنو؟ مع إنه ممكن الأمهات ما يلاحظوا الحاجة دي، أيوة. لأنه أصلا التواصل بيكون في أغلب الأوقات بكاء يعني. أيوة البكاء من غير سبب. لعبوا بطريقه معينه اللي هي مثلا خاصه في الاطفال الاولاد بيكون بيرص العربات بطريقه معينه جدا، يعني كانت تكون شنو باصطفاف، يعني لا زايد لا ناقص، حاجه كده يعني انت بتقول في شنو هو ليه راس الحاجات كده. التأتأة بحاجات معينه، مثلا بكلمات معينه، عدم التحدث او التحدث ثم التوقف عن التحدث، يعني يكون بيتكلم فجاه يقوم يحصل له شنو ما يتكلم. من الحاجات الثانيه عدم الاحساس بالالم، الإحساس بالإزعاج من أقل صوت، ممكن صوت جارك أو صوت صاحبك أو صوت التلفزيون، صوت الثلاجة، الغسالة، صوت الأكل ذاته في النار. إحنا لحد اللحظة دي عندنا صوت، لو عملنا البطاطس في النار بنغطي ضنيننا في الحاجات دي، في لحد حسي فيه بشنو، دي حاجات كلها موجودة. الأم اللماحة الذكية الواعية تلاحظ طفلها من الرضاعة، من ما انا برضع في طفلي اعاني. طبعا ده محتاج نسبه وعي كبير جدا من الام انها تكون يعني عارفه الاسباب الاعراض. لازم الأخير. لازم انا ما بقول لازم الام تكون متعلمه وعندها شهاده، لا، انت كأم راقبي طفلك، خلي طفلك قريب منك، صاحبه طفلك، اعرفي طفلك، حاولي اعرفي الحاجات الغريبه اللي بتظهر. يعني لاحظتي حاجه غريبه اتكلمي عنها، شوفيها، راجعي طبيب، راجعي اخصائي، راجعي اسالي، درجي اعرفي
يعني احنا زمان كان مصادره المعرفه كان بسيطه، لكن حسي كل زول في كل بيت فيه تلفون، كل زول عنده انترنت، كل زول عنده جار واعي. يعني انا اقول لك والله حاسه بطفلي كده احساس، انا حاسه اللي بتوديك لحته كويسه ما كعبه. والله التلفون ده ذاته مصيبه كبيره جدا، وده ممكن يكون اكبر سبب عندنا من التفاوت. انا عاوز اشير للاعراض مباشره، لكن قبل الاعراض خليني بما ان احنا قلنا التلفون السبب، شنو الاسباب؟ يعني هل هي مثلا حاجه طبيعيه؟ انت قبل تكلمتي انه حاجه عارض، ممكن ما يكون حاله مرضيه او ما مرض. ايوه، خلينا نشير لموضوع الاسباب. ما السبب لحد اللحظه دي لم يحدد، زي العلاج لم يحدد بعد التطور الكبير التكنولوجي اللي احنا فيه. في اسباب ممكن تقول لك شنو، لكن ما عاملين على دراسات، يعني ما في حاجه كده ابروف انه فعلا ما في دراسات طبيه مثبته. لا، لكن ممكن تكون شنو، حاجه جينيتك. ايوه، حاجه لها علاقه بانه الام تعرضت لصدمات. ايوه ممكن يكون الحنه، الصبغه، الحاجات دي برضو بتسبب. اي حاجه كيميكلز استعملتها الام او يعني تعرضت لها خلال فتره الحمل، احنا ما عارفين اسباب، ما عليها دراسات، فممكن تكون سبب. يعني الاجتهادات والدراسات الان في مرحله الجنين في بطن امه ممكن يتعرض شويه لتعرض للحاجات اللي بتستعمل الام مثلا زي الصبغه والحمل. ايوه بالضبط كده. طيب. برضو من الحاجات اللي يقول لك التلفزيون بيعمل التوحد، انا التلفزيون ما بشوف انه بيعمل التوحد. التوحد ممكن يزيد حدته بالتلفزيون، لانه انا التلفزيون هو ما سبب، هو زائد. ايوه التلفزيون انا ممكن كأم لو واعيه استفيد منه في انه شنو علم بيه طفلي، بس يكون شنو يعني لازم انا اكون عامله كنترول على موضوع التلفزيون. طبعا. التلفون في اليد لا ممنوع، انا بعلم به حاجه. ايوه ممكن استفيد بك وسيله تعليميه، لكن ما كانه شنو استعمله يومي بطريقه غير طبيعيه عشان انا حنظف او انا حادخل المطبخ او انا حاسافر او انا عندي شغل. وطبعا المشكله خلاص يا اخي دي التلفون عشان انا شويه ارتاح من الموضوع. شويه من ذنك. ايوه فالحاجات دي كثيره كلها. بعدين طفل التوحد عنده مشكله كبيره جدا، هو ما بحس بالناس، فما بيعرف يعني لو يعني طريقه انك تتعامل معاه او او, أو تعبر، هو ما بيعرف يعبر وما بيعرف طريقه تعبيرك او تعبيره، هو ما بيفهم الحاجه دي. هو بيفهم حاجه واحده يعني انه يصرخ بصوت عالي، صراخه ده ذاته لغه، هو ما فاهم هو في شنو، فهو عايز يصرخ عايز يتكلم لكن ما في كلام. فبرضه اللي هي دي من اعراض التوحد، انه شنو عدم الاحساس بالناس، انه ما بحس. المفروض طبعا الامهات الان معانا على اساس انهم بيركزوا على موضوع الاسباب ده تحديدا، يحاولوا يبعدوا عنه شويه. بالضبط كده. حتى في حاجات غريبه، انه طفل التوحد ما بيعرف يعني شنو نار، ممكن يدخل يده في النار ما عارف، ممكن يهبش الكهرباء. فعدم المعرفه بالمخاطر والاحساس بالمخاطر ده برضه مؤشر انه طفلي عنده حاجه مشكله. طيب من السنوات المختلفة، يعني حسب آخر الدراسات إنه من عمر 3 سنوات، مع إنه في تحديد زي دكتور ريم عرفه قبل الفترة دي، كيف أنا أقدر أركز في مع كل فئة عمرية؟ أنت ذكرتي إنه كل فئة عمرية ممكن يكون عندها عرض قريب لها أو حاجة متكررة بتظهر، فخلينا نحاول نفند الحاجة دي مع عمر الطفل. طيب من فترة الولادة لحد عمر سنتين أو سنتين ونص، أنا ألاحظ موضوع العين، النظرة، موضوع انه زمان احنا حبوباتنا او امهاتنا كان عندنا حاجه اسمها الكشكوش. الكشكوش أيوة. ده نعمله عشان طفل شنو اشوف راغب عينه. كلنا كشكشنا بالمناسبه. ايوه بالضبط كده. فشنو انا محتاجه الحاجات دي اعملها اجربها، ارجع للحاجات القديمه دي ما كعبه. طيب. احط الطفل في الارض، اجيب له العاب، اجيب له الوان، اجيب له حاجات زي دي حاجه اشوف الاحظ لو الطفل ما انترس في الحاجات اللي فيها الطفل العادي معناها في مشكله. برضو اراغب، اكون مراقبه، يعني المراقبه والملاحظه ده أهم سبب يخليني أعرف طفل متوحد ولا ما متوحد، عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة. ده للعمر الصغير. العمر الكبير تأخر في الكلام، ما تكلم نهائي، ما نطق. أول حاجة براجع الطبيب أمشي أشوف موضوع إنه شنو، ما بيتكلم ليه. إذا طلع إنه ما في مشكلة لا في سمع لا في الحلق أو 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 مشكلة في عموما نفسية تعرض لها زمان، فبعد ده معناها أن طفلي عنده مشكلة في موضوع التوحد. طوالي أقابل أخصائي بتاع التوحد، دي من الحاجات اللي أنا بلاحظها. الدوران، الطفل الواحد بيحب الدوران، بيحب روتين، يحب انه شنو يعمل نفس الحركه يومي، يدور يدور يدور، يشقلب من هنا لهنا. يقول لك انه شنو طفل شقي، هو ما شقي، ممكن يكون شنو ما مركز، ما عارف يعمل شنو، عارف انه التنطيط ده. بعدين في عندنا مشكله، في خوف بين التوحد وطفل التوحد والحركه، فرط الحركه وتشتت وعدم الانتباه، بيفرقهم بانه الطفل المتشتت الانتباه او ذوي الحركه الشديده عنده انه شنو بيعايلك ثانيه وبعد ذاك بيمشي بيعمل حاجات. المتوحد ممكن يعاين فيك زمن طويل لكن ما يديك اشاره او احساس بانه هو عايز شنو او في شنو. فدي الحاجات الكومون يعني شائعه انه شنو انا ممكن الاحظها واحظها طفلي. بصوره عامه المتوحد ده نشيط ولا ما نشيط؟ نشيط ولا كسلان؟
والله ممكن مرات يكون كسام مرات يكون نشيط، ما حاجة ثابتة يعني، ما في حاجة ثابتة، لأنه اضطراب، كلمة اضطراب ذاته تعني إنه شنو، حاجة ما ثابتة ما دائما بيبهرك، مرات بيعمل حاجات غريبة، مرات يعمل حاجات مفيدة، فبيبهرك كل يوم طفلة واحد. أنا لحد يعني اللحظة دي بكتشف، فما حاجة ثابتة، ما حاجة ثابتة، مرات في فرط حركة، أيوة، مرات في خمول، بالضبط كده، بالضبط كده. طيب جميل. طيب خلينا نمشي لمسألة العلاج. طوالي قلت أول ما ألاحظ أنا يعني في أي مرحلة من مراحل العمر ألاحظ الأعراض أو حتى لو جزء بسيط، الطبيعي إنه أنا أفكر طوالي في علاجي. فكيف أنا أفكر في العلاج بصورة عملية؟ يعني شنو أول خطوة أنا بس أنا أمشي للدكتور أو أعمل شنو عشان أنا أصل لمرحلة العلاج؟ طيب أول حاجة الملاحظة، أنا لاحظت فترة ملاحظة فترة طويلة مثلاً شهر أو أسبوع، عديت نفسي كفاية، لاحظت في حاجة غريبة، في إحساس بتاع الأم إنه في حاجة غريبة، اتجه طوالي للطبيب، طبيب الأطفال. يعني إحنا كلنا بنتكاتف، التشخيص ما بيعمله طبيب واحد. أنا بين حاجات اللي بقولها عشان كده في دائما خلط في أو في خطأ في التشخيص. أرجع لطبيب الأطفال، طبيب الأطفال حيحولني لطبيب الأعصاب، طبيب الأعصاب حيحولني لطبيب النفسي. طبيب الأطفال يحول لطبيب الأعصاب. أيوة للطبيب النفسي. للطبيب النفسي. بعد ذاك الأخصائي بتاع التأهيل والمخاطبة والتربية. تأهيل ومخاطبة أخصائي أو مدرب. أيوة. يعني ممكن نقول إنه ما بين 4 إلى 5. بعد ذاك في حاجات تانية بتدعم، اللي هو بقوم بقيس شنو؟ بقيس الاي كيو تيست اللي هو الذكاء، بشوف موضوع، بعمل صور للراس، اعمل حاجات زي دي، بشوف العلامات الحسيه في جسمه، الحاجات دي لازم تتعرف. في دول متطوره برضو بقيس المعادن، لانه مرات ذاته سبب انه ارتفاع المعادن في الاجسام، اجسام الاطفال التوحد، بيقول لك شنو ده برضو سبب. احنا كلنا بنتكاتف عشان نعرف موضوع شنو التوحد ده جاي من وين او سببه شنو. يعني لو احنا ساعدنا الموضوع ده بيبقى سهل، التشخيص بيبقى سريع، بعد ذاك العلاج بيبقى اسهل. العلاج هو ما انا حقول لك بيسهل باسهل كده، لكن التطور في العلاج بيكون سريع. علاجنا طبعا ما بيدوى، ما بحاجه، انا ما هاخد دواء ولا حبه وحعالج، لا، العلاج حيكون عن طريق تاهيل نفسي، عن طريق تعليم. التاهيل النفسي ذاته للام والاسره والمجتمع وللطفل نفسه. في ادويه بيستعملوها لانها بتزيد من شنو، من الانتباه. دي في ادويه سبلمنت اللي هو عباره عن شنو، ملتي فيتامينز بياخذها الطفل، بيكون فيها زنك والاوميجا عشان تساعد من الانتباه وتساعد من الخلايا العصبيه انها شنو تبقى نشيطه. دي حاجات هاي بيكتبها الطبيب. في ادويه لسه الناس يعني معارضين فيها، في اطباء معارضين فيها، اطباء بيقولوا ممكن نستعملها بدون تسميات. هي ادويه عصبيه اللي هي شنو، اذا كان الطفل عصبي، عصبيته كانت زايدة أو كان بيأذي نفسه، بيعمل حاجات يعني الأم ما تقدر تعمل على كنترول. فمثلا إذا ركب طيارة أو مثلا سافر أو كده، فمثلا طفلي أنا حقوم حأديه مهدئ، في حاجات زي دي بتدعمل. بتبدأ بالهيربل اللي هي مواد بيكون طبيعية، بعد ذاك بيمشي الموضوع الكيميكلز. العلاج أنا بقول إنه 50% بالتأهيل، بتقسم علينا كلنا، على الطبيب، على الأم، على الأهل، على المجتمع. بس كلنا شركاء، مسؤولين عن العلاج، مسؤولين كلنا علاج. مسؤولين طيب عن العلاج. ذكرتي انه الاهل مسؤولين عن العلاج، الطبيب خلاص ده دوره، هو يعني رجل دارس في المجال، ممكن يكون واصل لمساله دراسات وبحوث وما الى ذلك، ومتخصص، هو صاحب الشان. كل الاطباء يعني بتخصصات مختلفه، اذا كان العمومي او كان الاعصاب او النفسي او الى اخره، او الى ان نصل لاخصائي التخاطب او المدرب او المؤهل بصوره عامه، تمام. الأهل، الأسرة، الأم اللي ممكن ثقافتها تكون في جابتها من حلقة في صباح الشروق مثلاً، الآن أخذت معلومات، دخلت على الإنترنت، سألت عن جوجل، شالت شوية معلومات. الأم هي الأقرب لطفلها طبعاً، حكم الطبيعي ما نقدر نقول فيه حاجة. الأهل بصورة عامة، الأب والأم تحديداً الاثنين، نحن كيف نقدر نزيد من ثقافتهم، من التوعية بتاعتهم عشان ما يقدروا يدعموا لنا مع الموضوع ده بصورة، خلينا نقول شوية عنا أقرب للاحتراف عشان ما نصل لنتائج مرضية. أول حاجة نبدأ بالأب والأم. أول حاجة التسليم بالقضاء والقدر. أول حاجة أنا طفلي جاني نعمة من أرضي ربنا. أول حاجة بعدها كان الباقي. أيوة لازم أنا أرضى بحالة ولدي، بالنعمة ربنا داني. لا ده أول حاجة، تعزيز الصيغة بالنفس للأم والأب، من نفسهم ذاته، ربنا جاب لي كده، انا بعد ده مفروض شنو افتش في حل، ده رزق، دي بدايه لمشوار جديد، انا هستعيد لي شنو، هستعيد للناس، انا بعد ده استعيد، اثقف نفسي ذاته. التثقيف والتعليم ما عنده عمر، ما عنده سن معين،
انا جاتني ظروف انه انا اتعلم دي 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 يعني حاجه جديده هبه جديده انه انا اتعلم واعرف واكون ذات شنو قريبه من الناس قريبه من ربنا اقرب من الناس بطريقه شنو بطريقه فيها شرح لمشاكل طفلي بدون انه شنو اتعند ويعني اعاملك واشاكلك لا بطريقه بسيطه كده ابدا بالجيران او الناس جيراني ابدا بمكان شغلي ابدا بانه انا ممكن اساعد في حاجات مثلا في منظمات في حاجات زي دي ابدا بانه بالمدرسه او بالحتات اللي انا انشغ يعني بالذات انا بشوف انه المدرسه لو كان فيها تثقيف موضوع التوحد بيساعد الام والاب لكن الاب والام لو ما بدوا بنفسهم انه راضين بطفلهم عنده مشكله واحنا بنحلها وقدرها انا بشوف انه العلاج بيبدا بالام والاب يعني انا شنو اكون راضيه بطفلي وابدا في الموضوع ده اتعلم اتثقف ما اخجل منه ما اعتبر ابني وصمه عار واوقف اي 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 مين ما كان يتكلم عن طفلي بانه وصمه عار احاول اغير مفهوم انه طفلي التوحدي هو تاج على الراس يوضع وليس وصمه عار طيب الاسره مع مراحل العلاج المختلفه مع خلينا نقول طاعه أيوه. طاعه لانه كلمه ممكن تكون خلاص ما في منها يمين وشمال أيوه. مع طاعتهم للتوصيات اللي بتصدر من الجهات المختلفه اللي هم كلهم شركاء في التشخيص أيوه. فكيف تدعم لنا الاسره خلينا نقول الاهل انا مركز طبعا مع الام لانها شويه حنينه يعني هي الاقرب يعني هي الشيء لانها هي المعلم الاول للموضوع ده يعني هي تحيه لكل الاباء ما يزعلوا أيوه. مننا وبالعكس انا مرات بلاقي اباء كثار هم شنو في المراكز او في مراكز التخاطب بلقى انه شنو الاب هو جايب ابنه وانا بكون فخوره بالحاجه دي بشوف انه دي حاجه حلوه بالنسبه للاهل اول حاجه نساعد الام في انه شنو او نساعد الام والاب نجمعهم الاثنين انه يا اخوانا نبعد التلفونات التلفزيون ندخل العيال دي في نشاطات الحاجات البسيطه يعني ممكن الحبوب يحس قاعده كده عندها قدامها في الملوخيه وفي شنو ورق معايا الملوخيه خضره لون اخضر انا تعلمتها أيوة. ايوه بدخله انا في التعليم بطريقه الحاجات اليوميه في بيتنا بتعلم الطفل مفردات كثيره لانه هو لسه مخه او دماغه فاضي فانا بعلم في موضوع شنو اعلمه النار دي حاره خدت الشاي قدامه الشاي اهبشه الشاي يعني عرفت في حاجات زي دي الاسره عندها دور كبير في العلاج ما بس الام والاب الاسره الممتده الجد والجده العم الخال الناس دي كلها لو اتكاتفت الطفل ده صدقني حيبقى احسن زول وبطريقه يعني يبهرك وبسرعه لانه طفل التوحد طفل ذكي يعني بيبهرك بيعمل حاجات كده انت ما بتتوقعها يعني انا بعتبرهم انهم جينيس هم فعلا يعتبروا انه شنو جينيس فانه لو اخذوا فرصه ايوه لو اخذوا فرصه بيبقوا مبدعين فانت شنو ساعد في البيت بانك شنو اسمع الحاجات اللي بتقولها لك الام اللي بتمشي المركز وبتكون تعبانه من الصباح لحد الليل من الليالي لغيره بتجري هنا بتسال هنا الامهات دي كلهم بيكونوا على فكره احنا بنكون في حاله بتاعت شنو انا ما عارفه اعمل شنو يعني لما يقول لك الدكتور طفلك متوحد صدقني زي صبت فيك مطره ما بتعرف يعني دي طعنات انت ما بتعرف تعمل شنو همشي وين توحد يعني شنو يعني انا طبيبه ما كنت عارفه يعني شنو توحد موضوع صدمه طبعا ايوه أوه. يعني ما قريت عنه ما عارف عنه لكن كان شنو كل يوم انا بتدرج بعرف ولحد اللحظه دي انا طفلي عمره 8 سنوات انا بتعلم معه كل يوم حاجه جديده امبارح القريبه دي انا تعلمت يعني ابني طلع انه تعلم مفرده كلمه شنو يعني هو بيعرف كلمه جميله لكن اول مره يقول لي عجبتيني فكلمة عجبتيني دي أنا دموعي نزلت لأنه ما تخيلت يعني السلام. يقول جملة عجبتيني فأنا حتى قلت له شنو عجبت لأنه عنده قلب الكلام قلت له عجبتيني اللعبة قال لي لا يا ماما عجبتيني أنت فشنو أنا فخورة بأنه يعني طفلة التوحد الأم تتخيل والله يشهد الله الكلمة الكلمة نعمة الحرف نعمة كلمة ماما نعمة كون يعرف الخطر نعمة كونه يقول لك صباح الخير نعمة يحضنك نعمة طفلة التوحد بكره الحضن فكونه طفلك يحضنك دي حاجة كبيرة ممكن شلتي بالتفكيري مني بعدين عايز اقول لك انه شنو اللي استفدتي انت وانت يعني مع طفلك متابعه ومجربه لكن خلينا من الحاجه اللي حنجيها ان شاء الله اذا اتاح لنا زمن خلينا نتكلم عن دور المجتمع مجتمعنا السوداني البسيط والسمح اللي مليان دائما تعرض لكثير جدا من الحاجات تمام عندنا كميه وطاقه ووقت مخصصين للسخريه والله لو خصصنا لحاجه ثانيه كان يعني استفدنا جدا بالضبط كده الحاجه دي للأسف ما بتمشي لنا في اتجاهنا اللي بنتكلم عنه انه احنا عاوزين نطلع لبرا الأمانة على أقل تقدير مع العرض اللي بجانا او الحالة اللي عندنا عاوزين نتعامل معاه بطريقة مثلى عشان نصل لكامل الصحة والعافية فالطفل التوحد المجتمع لازم يعي انه عنده حقوق أيوة. وواجبات دي لازم المجتمع يعيها ولازم
يبعد لنا عن التنمر، عن هذا التعرض، عن السخية، عن كل الحاجات اللي ممكن تكون سلبية تماما وهي ثقافة ضارة تماما. أول حاجة يعني مفروض يكون في قوانين رادعة رادعة رادعة، وأكرر على كلمة رادعة، عدم إطلاق أي لفظ أو تجريح لطفل التوحد. ده واحد. اثنين، الطفل التوحدي لازم يكون حقوقه كاملة، يعني لازم تتوفر منها الصحة، العلاج، التأهيل. لازم طفل التوحد يدمج في المدارس. أنا عملت زي مبادرة بسيطة كده، مبادرة باسم أمهات أطفال التوحد، فسألت عندنا في جروب في الفيسبوك المشاكل اللي بتواجهكم شنو كأمهات، أنا عارفة المشاكل شنو واجهتها، أنتم مشاكلكم مطالبكم شنو. كلهم اتفقوا على حاجة واحدة، عدم السخرية من أطفالنا، حقوقنا وين، حقوق أطفالنا أهم حاجة، وأهم حاجة دمج أطفالنا، لأنه طفلي المتوحد لو اتدمج في مدرسة عادية كده إحنا بنواجه مشكلة بعدين لما نكبر كيف يواجه المجتمع. فإحنا لازم 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 ندمج طفل التوحد في المدارس، لكن ده بعد شنو؟ تأهيله. طبعا أكيد إحنا بنحب إنه شنو أطفالنا ما يتعرضوا لإساءات، سواء الطفل اللي كان طبيعي ما عنده مشاكل أو الطفل المتوحد اللي عنده اضطراب. فأنا عشان أدخل طفل مضطرب في مدرسة لازم أأهله. فأنا بتمنى إنه الحكومة أو وزارة التربية والتعليم يعني تنشئ مراكز مجانية للأطفال من ذوي التوحد، أو ممكن أشوف متخصص أو أخصائي. أيوة. في كل مدرسة مثلاً يعني. ممكن برضو دي ممكن، لكن أنا أعتقد إنه أو في مدارس طبعاً دي نسبية. دي في موجودة إنه شو بنقول عليه أستاذ الظل أو الشادو تيتشر. الشادو تيتشر هو يعني زي ظلك كده، بيكون مرافق الطفل، يعلمه، يساعده، يخليه يكتب، يعرف الحاجات المفروض يفهمها، بيفهمه بطريقة بسيطة. طيب بالنسبة للموضوع الشادو تيتشر، هو مكلف لبعض الأهل. طيب أنا شادو تيتشر عايز يعني أساعد الأسرة في إنه شادو تيتشر يدخل، فدي أنا ما حقدر كل أسرة حتقدر تجيب شادو تيتشر، لكن ممكن وزارة التربية والتعليم يعني تدخل على الأقل. يعني أنا بقول إنه شنو ما حس إحنا قسمنا المراحل إنه شنو الإعدادية والابتدائية والثانوية، يعني أنا لازم أدخل شنو أدخل في كل مرحلة في المدارس يكون في فعلا شخص متأهل له علاقة بعلاج التوحد وذوي الهمم يكون موجود في المدرسة، يكون برضو مندوب من وزارة التربية والتعليم. دي برضو ممكن مقترح يتعمل، لكن لو جينا على أرض الواقع ما بتحصل، فالناس بتتهد براه. فمعظم الأمهات بتقامش موضوع إنه أستاذ الظل بقت حاجة كده من الرفاهيات لبعض الأسر لأنها صعبة، فالأم بتتعلم إنها تعالج ابنها. فعلى الأقل إحنا لحظة لحد ما نعمل أستاذ الظل دائم في المدرسة، إحنا يعني نتمنى إنه المدارس تتقبل أطفالنا، لكن بإنه شنو يكون في أول حاجة تأهيل في مراكز تأهيلية مجانية وحكومية. أتمنى تكون في مدارس مجانية ومراكز تأهيلية لأطفال التوحد، ولو بعدد محدود منتشر على مستوى الولايات. أيوة في كل الولايات، ما بس الخرطوم، في كل الولايات. جميل. في كثير جدا من المحاضر منتظران، في كثير جدا من الدردشة، وبالمناسبة فيها حاجات ساخنة جدا يا دكتورة. استأذني وكل مشاهدينا نتواصل. دكتورة ريم ممكن هي أم وصلت بها الأمومة إلى درجة وعي كبير جدا وثقافة، بعيدا عن هذه الدال الدكتورة والمبادرات، إلى ثقافة كبيرة. أتمنى أنه كل اللي بيتعاملوا مع هذا الموضوع يحاولوا يقروا عن الموضوع، يحاولوا يتعلموا عشان ما يساعدوا في التأهيل، عشان ما نصل كلنا جدا إلى بر الأمام. نتابع المادة القادمة ونعود لنتواصل مع الدكتور ريم. أهلا من جديد مشاهدينا الأعزاء، نمضي ونتواصل سويا في صباح الشروق، وهذا الإشراق الذي أتى إلينا مع صوت وتقرير الزميل خالد بشير من كسلة عن سوق النساء. أعود مرة أخرى إلى ضيفتي الكريمة الدكتورة ريم التي نجلسها اليوم ونتونس لسة ونتكلم ونحاول نفتش كده عن بعض الكلمات وبعض الحاجات اللي ممكن تساعدنا وتعيننا في إنه نعرف كيف نقدم ولو جزء بسيط جدا من المعلومات اللي بتيسر لنا عملية التأهيل وتسهم في التوعية. قبل ما نطلع للفقرة يمكن وقفنا فيه إنه دعينا إنه السودان بصورة عامة كل مكونات المجتمع
والدور الكبير ممكن يكون على الحكومة طبعا في انه بيكون في مراكز تأهيل. دور الان احنا وين من مراكز التأهيل؟ موقفنا شنو الان؟ احنا عندنا فعلا في مراكز ولا ما في مراكز؟ المراكز فيه والله موجودة كيف؟ موجودة في مراكز ممتازة، في مراكز مستوى يكون متوسط، في مراكز مستوى مدني، في مراكز، لكن المراكز دي هل كل زول بيقدر يمشيها؟ لا، لأنه المراكز كلها عبارة عن استثمار ما مجانية. لا ما في مجان، ما في مجان المجاني. هي ما مراكز دي منشآت دولة، هي استثمارات خاصة. لا هي خاصة، هي كلها خاصة. ما أنا عشان كده بطالب احنا بنفتش عن المراكز اللي منشآت دولة. أيوة يعني طيب. أنا لو الدولة يعني عملت لي في كل الدولة عندها كم مركز الآن؟ حاليا في مركز السودان للتوحد، في مراكز ثانية مجاني، غايته مركز السودان للتوحد فيه يعني فيه مبادرات مجانية، أنا أقدر أقول لك كله مجاني. طيب طيب من الحاجات أنا بتمنى إنه الناس يعني تفكر فيها إنشاء مبادرات سواء كانت في الأحياء. أول حاجة نبدأ بالأحياء، نبدأ بالولايات، يكون في كل ولاية في مركز حكومي مجان. طيب بس يعني بس دي حاجة بسيطة جدا. لو نبدأ بس نبدأ بالتأهيل، يمكن نبدأ بالتأهيل للمحور الأخير الآن. أيوة. قضية التحرش والمخدرات دي القضيتين مهمات جدا. أيوة. كيف نقدر نحمي من طفل التوحد، وده بنربطه من حيث انتهيتي مع مبادرتك، مبادرة أمهات أطفال التوحد. طيب أنا أول حاجة بشوف إنه المتحرش والمتنمر شخص واحد، أنا بعتبرهم شخص واحد، لأنك تعديت على خصوصية طفلي لواحد سواء كان سليم أو كان غير معافى، عنده يعني عنده يعني بنقول ممكن عذر إنه ما بفهمك، ما حيعرفك، ما حي. أنا كأم عندي دور كبير في الموضوع ده. أول حاجة لازم أعلم طفلي عن أعضاء جسمه، لازم أعلم طفلي بالصور، حتى لو كان بالصور بالفيديوهات. جيبين قلت لك الوسائل التعليمية التلفزيون، أنا ممكن أجيب فيديوهات صغيرة جدا ممكن تكون 3 ثواني أو 4 ثواني، فيها عبارة عن شنو؟ الطفل ممنوع يلمسك شخص في الأماكن الخاصة، ممنوع تنظر لشخص وهو عاري، ممنوع إنك ذاتك إنك شنو ترتدي ملابسك قدام زول، الحمام ما تخلي زول يخش عليك، اتعلم أصرخ لو زول هبشك، أصدر صوت. دي حاجات كل الأم لو عملتها حنستفيد، يعني شنو نجينا موضوع إنه شنو المتحرش هيكون دائما خايف ومتخبي. حال بتاع المخدرات. أيوة حال وحال. أما المخدرات ده في شنو؟ يعني أنا لازم أعلم طفلي أول حاجة أنا كأم ما أدي صيغة كاملة لأي زول، ممنوع. ثاني حاجة أنا أدي طفلي توعية بسيطة ما بمحاضرات، بإنه شنو باستثمار إنه في شنو أي حاجة حصلت مثلاً قدامي كانت خطأ أنا أقوم أعلمها له، مثلاً موضوع إنه جاني ما لابس هدومه كاملة، ألبس جوا، أقفل باب الأوضة، ما تخلي حتى ماما تشوفك. بالنسبة لموضوع المخدرات ما تخلي زول يديك حاجة تاكلها، الحلاوة ما تأخذ من أي زول، ما تمشي مع أي زول يعني. وبرضو أنا بشوف أنتوا كإعلاميين والإعلام منصات الإعلامية ذاتها يعني مهمة، أعملوا برامج، أعملوا حاجات ترفيهية، لأنه الطفل لو أخذ الحاجة مادة جامدة ما حيتعلم. أعملوا فيديوهات تثقيفية للطفل عن التوحد، طفل التوحد عن المخدرات، عن التحرش، عن التنمر. لازم إحنا نعمل شنو القوانين الرادعة، يكون يعني أنا أكاد إنه أشوف إنه شنو القانون الرادع إنه شنو يصل حد إنه السجن مدى الحياة أو الإعدام، خاصة لشخص متحرش بطفل توحدي. لازم وجود قوانين رادعة. لازم الكل يتكاتف. أيوة لازم. نعم، عشان ما نحاول نتقدم نحن بطريقة أكثر إيجابية في قضية دي. دكتور يوسف، أنا سعيد جدا في صباح الشروق. أنا أسعد. وسعيد جدا بكل النصائح والإفادات الجميلة صراحة في موضوعنا. شكرا لحضورك الجميل بيننا اليوم في صباح الشروق. شكرا لكم، شكرا لكل أمهات التوحد، شكرا لكل أم عندها نعمة طفل من أطفال ذوي الهمم، ذوي النعم. يا ريت نتجنب استعمال طفل احتياجات خاصة. أناشد كل الناس، كل الأمهات، طفلك نعمة، طفلك ما تخجلي منه، طفلك أنا بشوف إنه وسيلتك لدخول الجنة طفلك المتوحد. شكرا دكتور. شكرا.